يلا فا مش يلا انا. إذن مشاهدينا، بدأت مراسم تشييع الشهيد الرقيب علي البزال من أمام المستشفى العسكري في بادارو. إذن بدأت منذ بعض الوقت مراسم تشييع الشهيد الرقيب علي البزال، ونتابع الصور مباشرة من أمام المستشفى العسكري في بادارو، على أن تجري مراسم التشييع عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في بلدته في البزلي قبل أن يوارق الثرى. وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد نعت شهيدها الرقيب علي البزال الذي استشهد على يد المجموعات الإرهابية في جرود عرسال ليل 5/6/12/2014. Thank you.
الشهيد علي البزال من مواليد 1/1/1987 بعلبك، متأهل وأب لولد واحد. دخل السلك بتاريخ 19/8/2006 وتدرج بالرتبة حتى رتبة عريف بتاريخ 1/9/2012. رقي بعد الاستشهاد إلى رتبة رقيب. خدم في عدة مراكز منها معهد قوى الأمن الداخلي، وحدة القوى السيارة، الفوج السيار الثالث، وحدة الدرك الإقليمي، فصيلة عرسال. بعد استشهاده منح علي البزال أوسمة الحرب الجرحى الاستحقاق اللبناني درجة رابعة وميداليات الجدارة الأمن الداخلي العسكرية وتهنئة خطية واحدة صادرة عن وزير الداخلية والبلديات. إذن مشاهدينا، ما زلنا نتابع مراسم تشييع الشهيد الرقيب علي البزال من أمام المستشفى العسكري في بادارو، على أن تجرى مراسم التشييع عند الساعة الرابعة من بعد الظهر في بلدته في البزلية قبل أن يوارى في الثرى. I'm sorry.